نعم. الثالث من أركان الإسلام. إسلام دلهم شنش تورية. زكاة. الزكاة خطأ. خطأ ذي. قال إيتاء الزكاة. لأن لابد أن تؤخذ في وقت معين لطائفة معينة في زمن معين في أموال معينة. نعم. إسلام üçüncü şartı zakat demek. Niye üçüncü zakat demek? Çünkü zakat muayyen halda elinde, muayyen vakitte elinde, hem şunlarla muayyen kişilere verildi diyor.